يا مساء الفل ومساء السعد والسرور على احلى اخوات واحلى متابعين. يا رب دايما تكونوا بخير وبصحه وسلامه. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على الحبيب يا جماعه الخير، صلينا على الحبيب يا ندى. حطينا اللايك، نسينا نحط اللايك يا ندى كالعاده، وكالعاده برضو ضد بتفكركم باللايك في اول الفيديو ونهايه الفيديو. تنسوناش في اللايك يا جماعه الخير. انا مش عايزه اقول لكم اللايك دوت، بصوا بيخش علينا كده بطاقه ايجابيه كده، بيفرحنا وبيسعدنا، كمان بيساعد ان الفيديو ينتشر لاكبر عدد ممكن عشان الكل يستفيد. لو حاسه ان انت استفدت مني في يوم من الايام بذره كده او 1% من اي معلومه قلتها، فيا ريت ما تبخليش علينا باللايك الجميل دوت ودعوه حلوه في كومنت جميل منكم. يا احلى اخوات واحلى متابعين، النهارده فقره معلومه على الماشي هتبقى برضو عايزه اقول لكم اسئله كتير جدا 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 بتيجي مشابهه لبعضها، واحنا ما بنعرفش نحللها لنفسنا. يعني مثلا السؤال اللي انتم شايفينه قدام حضراتكم على الشاشه دوت، يا ندى عايز اعمل مشروع تربيه الفراخ البلدي للبيض وعايز اعرف هيكلف كام واجيب كام فرخه. هنتكلم النهارده على التعليق دوت فقره معلومه على الماشي. بس اول هام نطمن على تشيرنا بقى، عايز اقول لكم ان الروتين مسائي النهارده معاكم. النهارده الواحد بص حاسه بفرهده فظيعه جدا جدا جدا. جو حر، جو نار حر، دي كده قليله شويه. انتوا عارفين ايه السطح طول ما فيه طيور طول ما هو ما بيبقاش نظيف، فلازم ايدينا تبقى في السطح دايما. اللهم صل وسلم وبارك. وعايزه اقول لكم كمان ان انا جايبه وجبه ممتازه النهارده للرومي بتاعنا الصغير. جو حر وطيورنا مفرهده، كويس ان احنا كمان بصوا شايفين السقايه بتاعتي في الوقت دوت، شايفين في شعاع من الشمس كده داخل عليها، فكويس ان احنا شفنا حاجه زي كده. وعايزه اقول لكم كمان كده معلومه على المشي بقى برضه كده، هوريها لكم دلوقتي ازاي لو عندك اي بلاستيكايه اي حاجه طاجن اي حاجه حاطه فيها ميه لطيورك في الصيف، ازاي تخلي درجه حراره الميه دايما متظبطه كده، والطير يبقى حاسس بالفرهده وبالحر وبالعطش ويروح يشرب ويلاقي الميه سقعانه درجه حراره مناسبه كده، تطري على قلبه كده ويشرب ويدعي لنا ويدعي لكم، وانتوا تدعوا لي كمان في الكومنتات بتاعتكم العسل. هقول لكم ازاي دلوقتي، بس اول هام هفتح على الكتاكيت بتاعتي ديت، هغسل السقايه كويس جدا وهرجع لكم ونشوف الوجبه اللي احنا جايبينها للرمي بتاعنا النهارده، وهرجع لكم واقول لكم على الفكره اللي انا بقول لكم تقدروا تخلوا درجه حراره الميه طول الصيف ساقعه. ده طبعا بعيدا عن الفخار، يعني لو هتحطي الميه بتاعتك بدل ما تحطي بلاستيكات ولا حاجه زي كده، يفضل فخار يعني طول الصيف بيحتفظ بدرجه حراره الميه، بيخلي الميه طول النهار ساقعه كده، ما بتسخنش طول النهار قدامهم كده من درجه. انا عايزه اقول لكم ان انا واقفه الجو ولع، جو ولع، بلاستيكات الميه لسه مليها الناحيه الثانيه كده تحت الحنفيه، الميه نازله ملهلبه كده من الحنفيه. فهنصلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. اغسل السقايه وارجع لكم بمشيئه الرحمن كده، بس على ما ارجع حطلنا اللايك الجميل. انا بتكلم بسرعه 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 عشان مش عايزه اطول عليكم الفيديو، لان لسه هنساهر مع بعض ولسه هنلم بصوا بيضنا النهارده ما شاء الله اللهم بارك. عايزه اقول لكم برده الشيح انا غليت الصبح برده وفطرت طيوري بيه، يعني هنطلع لكم دلوقتي خلاص العصر على اذان، قلت اغدي طيوري معاكم بقى، نحط الوجبه بتاعتنا ونطمن عليهم ونشوف المفاجات الحلوه بتاعت النهارده. شايفين من الحر الطير هيفطس هيفطس، يا رب الطف بينا اللهم امين. فيلا حطوا لي اللايك على ما ارجع له. بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله اللهم بارك. هي ندى اللي انت هتعمليه في الميه يخلي الميه درجه حرارتها رطبه كده عشان الطير في الحر كده يروح يعطش يروح يشرب يلاقي الميه حلوه، وتهدي كده كل الامعاء اللي عنده وترطب على قلبه كده ويدعي لنا. طبعا شايفين انت لو ما عندكيش اي طواجن ولا حاجه تنفع ليهم زي كده، او خايفه تحطي طواجن مثلا تبقى قليله ما عندكيش عدد كافي، تخافي تطلعي تلاقي حاجه غرقانه، بصي قوالب الطوب ديت اكيد موجوده عندنا منها على اي سطح. بصوا اهو السر في ده، تغسلي واحد كده تنضفيه تدعو كده عكه محترمه كده وتحطيه في قلب السقايه. ندى في قلب السقايه اللهم صل وسلم وبارك. الفكره دي ممتازه يا جماعه، وهقلب السقايه بيه عادي دلوقتي جدا. ثواني بصوا قلبت السقايه بتاعتي كده، طبعا الكتكوت دوت بصوا هو من ساعه ما خرج تحت الحمام كده وهو مش عاجبني اهو، مش عارفه بقى ايه، ربنا يسترها عليه، هو مش قادر يقف ولا ايه؟ ايه يا حبيبي في ايه؟ مش عارفه في ايه. ما علينا، انا نضفت العلف القديم اللي كان قدامه ما هو
هنشوف الوجبه بتاعتهم بقى النهارده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا العلف بتاعنا ده شيء اكيد منه النهارده بقى، طبعا بما ان احنا عندنا انتاج بيض السمان متوفر عندنا الفتره دي ومحتاجين بيض الفراخ، فانا قلت اوفر في بيض الفراخ وبسلق لهم كده زي ما انتم شايفين من بيض السمان اهو ما شاء الله. طبعا بيض السمان بيمتاز بقيمته الغذائيه العاليه جدا جدا جدا، وهيبقى مفيد ليهم مشيئه الرحمن. بيض السمان مع بطاطس، وده بقى شايفين بصوا ده طبق رز بلبن كده، بصوا كان هيبوظ عندي في التقوى باظ اصلا ومحدش عايز ياكله، عندي بقاله كام يوم كده في الثلاجه، قلت يلا والله ما هيخسر. هتعملي ايه يا ندى؟ هقشر البيض وهقشر البطاطس، وهدعك البيض مع البطاطس مع العلف مع حبه من الرز بلبن، تحفه جدا جدا. وجبه النهارده متكامله، كالسيوم وبروتين. بصوا عايزه اقول لكم ان هم هياكلوا النهارده ويدعوا لي، مع ان الجو حر بس قلت ايه زي بعضه. عايزه اقول لكم بصوا شايفين يعني الرومي قدامهم الميه يا عيني، ولا الجو النهارده درجه الحراره عاليه جدا جدا يا جماعه، وبالذات في الوقت اللي انا فيه دوت. خلاص احنا وقت القيلوله بقى زي ما بنسميه كده، وقت العصريه، العصر على الاذان، شايفين يعني كلهم عاملين ازاي. فاحنا هننجز كده على السريع، هعمل لهم الخلطه اللي قلت لكم عليها ديت وهرجع لكم عشان ياكلوا ويشربوا. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك ما شاء الله، اللهم بارك. بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله، اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله، شايفين الاجبار الشديد على الخلطه ما شاء الله، اللهم بارك. انا كمان ما حطيتش الرز كله زي ما انتم شايفين، بصوا كانوا واقفين في الطبق دلوقتي بياكلوا من الرز بلبن ما شاء الله، اللهم بارك. طب مش غلط، مش غلط، بصي يا ادم بياكلوا اكل حلو كده نضيف. انا كنت عامله لعيالي يعني ما هيضرهم في ايه، حاجه اللي مش هتنفع مش هتضر ما شاء الله، اللهم بارك. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بما ان انا حطيت لهم رز بلبن، انا كنت المفروض اطلع معايا اللبن البودره النهارده عشان احط لهم معلقه في الميه بتاعتهم، فبما ان انا خلاص يعتبر هما كده داخل جسمهم لبن النهارده فمش لازم. انا حطيت الميه رايقه زي ما انتم شفتوا كده بدون اي اضافات خالص ما شاء الله، اللهم بارك. ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تعالوا بما ان دول منظرهم عسل كده وانا بحب اتفرج عليهم كده وهم قاعدين، استني بس كده. كنت عايزه اتكلم معاكم النهارده في فقره معلومه عن النشي، بس هظبط بس الحته بورقه ولا اي حاجه كده اللي داخل لهم منها شمس دي، استنوا هظبطها كده بورقه ولا حاجه وارجع لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا يجعل يومنا كله رزق ويومكم كله رزق بمشيئه الرحمن، بس صلى على الحبيب المصطفى الاول عليه افضل الصلاه والسلام. هتكلم معاكم كده سريعا عن ماشي عشان العصر كده خلاص على اذان، عشان تعرفوا بس تسمعوني. اللهم صل وسلم وبارك. زي ما قلت لكم السؤال ده بيجي لنا كتير، يعني انا عايز اعمل مشروع دورة فراخ بلدي للبيض، وعايز اعرف هيكلف كام، وعايز اجيب كام فرخة. بصوا في الاول ولا في الاخر على حسب قدرتك المالية معاك تجيب. انا ما اقدرش اقول لك هات فرخة 2 3 100 20 500 الف، على حسب قدرتك المالية. انا عايز اقول لكم ان مشروع الفراخ البلدي للبيض، عايز اقول لكم ان هو مشروع سهل جدا جدا جدا. بصوا من المشاريع المربحة والسهلة جدا جدا اللي تقدر تقوم بيها اي ست بيت في المنزل كده، ولو ملهاش اي 1% ان هي خاضت تجارب قبل كده في تربية اي انواع من الفراخ، فهو مشروع سهل جدا جدا جدا. اما عن ازاي اقول لك تجيب كام فرخة، زي ما قلت لك على حسب القدرة المالية. طب بالنسبة لندى، انا عايزة اجيب، انت يفضل ان انت ترجحي لي اني نوع. انا كندا مش معنى ان انا اقول لك مثلا هات نوع كذا يبقى باقي الانواع وحشة، لا، مفيش فراخ بلدي وحشة، جميع الانواع ممتازة وتمتاز ان هي بصوا بتقاوم معاكي كده البيئة واي ظروف، حر ساعة، بصوا صيف شتاء رعد برد كده، شايفين فاكرين الفيلم بتاع محمد النادي في الطيارة، برد رعد
شفتوا المقولة اللي هي الكوميدي دي، بأي نوع طير بلدي بيستحمل معاك الحاجات دي. فمش معنى ان انا ارجح لك نوع دلوقتي يبقى باقي الانواع، بس عشان نبقى مبتدئين بس كده من البدايه، عشان ما حدش يخش في الكومنتات يقول لا ده انا جربت الهجين وممتاز. فعلا الهجين ممتاز، جربت البلد الحر وممتاز، فعلا البلد الحر ممتاز، جربت مش عارفه الرز وممتاز، جربت الساسه ومش عارفه ممتاز. انا نفسي ما جربت البط الشرشر وذبحته وكلته عسل 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 كده. في ناس كتير ما بتحبش تربيه، اول ما تسمع بط الشرشر تقول لك يا عيل القرف ده، مش عارفه ده جلده تخين، ده ما مش عارف ايه مش عارف. هي الحاجه الوحيده اللي ما عجبتنيش فيه ان هو ما بيديكيش الاوزان العاليه اللي انت بتبقي متعوده عليها في المسكوفي او المولار. فطبعا الحاجات دي اذواق، وانت اللي ترتاحي له هتربيه، انا مش هايدك باي حاجه. بس انا كندا طبعا انا لما ابتديت في فصل الشتاء اللي فاتت انزل دوره معاكم عشان طبعا لانتاج البيض، انا نزلت بلدي مشعر واللهم صل وسلم وبارك، ونزلت رزي ونزلت فيومي. انا نزلت الثلاث انواع بناء على طلبكم، ان كان في ناس بتقول عايزه اربي الفيومي، وفي ناس تقول عايزه اربي البلدي، وفي ناس تقول عايزه اربي الرزي، وناس عايزه تقول لي اربي الساسو البياضه. فانا نزلت ثلاث انواع عشانكم، عشان اوريكم ان الدوره تبقى مع بعض كده نفس التحصينات ونفس الاستقبال ونفس الاكل ونفس الاهتمام. اما كندا لو هبدا ان انا اجيب مشروع ليا انا من تحت ايدي انا كده لانتاج البيض، عايزه اقول لكم ان انا برجح لكم الفراخ الفيومي. عايزه اقول لكم ان هي ما شاء الله تربيه الفراخ الفيومي، عايزه اقول لكم ان هي بتمتاز بمناعه عاليه ضد الامراض، طبعا اكثرهم من الفراخ في انتاج البيض، واجملهم في الطعم كمان، وبتدي اوزان تحفه. حتى حجم البيضه بتاعها نبقى اللهم صل وسلم وبارك، حجم البيضه بصي انت لما تيجي تبيعي الواحده كده او لجيران جنبيك ولا حاجه بتقول لك نقلي البيضه الكبير، نقلي البيضه الكبير. عايزه اقول لكم ان بيضه الفراخ الفيومي البيضه ما شاء الله اللهم بارك بتبقى حجمها ممتاز، اللهم صل وسلم وبارك. طبعا وبتبقى اعلاها مقاومه للامراض زي ما قلت لكم، بتمتاز بمناعه عاليه وبتتحمل معاك الظروف البيئيه في اي فصل موجود معانا في السنه. طبعا بتبدا بعد 5 شهور لو هتربيها من عمر يوم، بتبدا معاكي من 5 شهور تبشر بالبيض. في كتاكيت بتبدا من 4 شهور، في كتاكيت من 6 شهور، في كتاكيت من 7 شهور كمان. هتقولي لا في كتاكيت من 7 شهور. انا فراخي دلوقتي الناس اللي بتبعت لي التعليقات برده بتقول لي يا ندى حاولي تهتمي بالفراخ بتاعتك شويه، دلوقتي عدت ال6 شهور وما بشرتش عندك بالبيض. عايزه اقول لكم ان انا الفراخ بتاعت الدوره اللي كنت جايبها ديت انا للاسف جبتها في وقت ما كانش ينفع ان انا انزل فيه كتاكيت او بدايه كمشروع لاي حاجه، لان الجو كان ساعة جدا 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 ومحتاج تدفئه عاليه. وخليك ان انت مثلا بتبقي حاطه تدفئه ومقاومه ومش عارفه اهتمام وبتاع، انت فتحت الباب دي لما كنت بتطلعي تهتمي بتشرك بالليل ولا حاجه، فتحه الباب اللي بتفتحها ديت بتدخلي لهم لافه هواء في الظرف الجو اللي انت معيشاهم فيه، في قلب العشه بتاعتك او في قلب السلاكه بيبقى الجو دافي جوه. فهم زي الطفل كده الرضيع يعني، لما بتبقي قاعده بيه في قلب الشقه وتطلعي بيه مره واحده كده في الهواء بيبرد. فعايزه اقول لكم ان اي دوره في الشتاء بتحتاج رعايه خاصه. اللهم صل وسلم وبارك. ولما تعبوا مني، وكان كمان في الوقت دوت انتشر فيروس في الجو لجميع الطيور عند ناس كتير، وانا كنت منهم، السطح بتاعي انصاب، عندي كان عندي البط الكبير مات، وعندي دورة الفراخ يعني اللهم صل وسلم وبارك، كنت جايبة تقريبا 60 كتكوت ولا 70 كتكوت، ما فاتش منهم تقريبا غير 15 كتكوت او قليل اقل من 15 كمان. فالحمد لله هم لما الفيروس دوت انصاب، انا عايزة اقول لكم ان انا اعرف ناس الفيروس جه عندها مسح السطح كله باللي فيه كبير بصغير. انا بمشيئه الرحمن يعني الحمد لله، الحاجات دي برضو نصيب، الواحد بيعمل اللي عليه. ما فيش واحد يجي تقول انا بوكل وبدي فيتامين بدي كالسيوم بدي علف بهتم نظافه مش عارفه برش جير بحط فرشه بحط مش عارفه وبيموتوا. في الاول ولا في الاخر اي مشروع اي حاجه عندك الارزاق بالله، اللي ليه نصيب في حاجه هيشوفها. انا ما اقدرش اقول لك لا، انت واحده تقول لي انا بعمل كذا 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 وبيموتوا، في البدايه الارزاق بالله. فانا الطيور بتاعتي لما اتصابت بالفيروس طبعا اثر عليها، اثر طبعا على انتاج البيض، خليها بدل ما تبشر من 5 شهور ولا 6 شهور هتبشر لي على 7 شهور. عايزه اقول لكم ان انا بمسك الفراخ بتاعتي دي دلوقتي ما شاء الله اللي هي عرفها بدا يحمر كده اللهم بارك، فتح ايراتل البيض ده خلاها عوقت، لان كان جالها دور فيروس كده فاثر على صحه الطير نفسه. نرجع لمرجوعنا، زي ما قلت لك الكتاكيت الفيومي بتبدا معاك فيه كمان بتبدا من 4 شهور 5 شهور 6 شهور على حسب التغذيه السليمه.
ما شاء الله من المشاريع المربحة جدا جدا. عايز اقول لك لو قلت لك هاتي 50 او هاتي 100 زي ما قلت لك على حسب القدرة المالية، انت شوفي هتقدري تجيبي كام وهاتي على قد فلوسك. عايزة طب يا ندى ابدأ اجيب كتاكيت وافضل اربيها واكل واصرف عليها لحد مثلا 5 شهور ولا حاجة لما تبشر لي بالبيض، انا عايزة اقول لك ان انا ما بضايقش حد ولا بقفل في وش حد، انا بتكلم معاكم بصراحة. انا كندا انا عايزه مشروع في ظل الظروف اللي احنا الناس عايشاها دلوقتي، كل الناس دلوقتي دخلت لافكار ازاي اعمل مشروع وازود رزقي وانا قاعده في بيتي، فكل الناس 80% لجأت لمشاريع تربيه الطيور من المنزل. الله اكبر الله اكبر والعزه لله. الله اكبر الله اكبر والعزه لله. حبايب قلبي هرجع لكم بعد ما الاذان يخلص. من احسن السلالات في انتاج البيض لحما وانتاج للبيض في حجمه وعدده، يعني يكاد سنويا بص بتبيض ما بين 220 بيضه حتى 240 بيضه، ده في حاله توفير بيئه سليمه وتغذيه سليمه. يعني ما اجيش اقول ده ندى بتقول في السنه بتبيض 220 ل 240 بيضه وانا عندي بقى لها سنه ما بيضتليش يجي 100 بيضه على بعضيهم، في حاله توفير بيئه سليمه وتغذيه سليمه. تمام كده تمام. صلوا على الحبيب المصطفى، صلينا على الحبيب المصطفى. طب يا ندى انت تفضل اجيب كتاكيت ولا حاجه؟ بصي انا كندى انت عايزه مشروع لجأتي له عشان توسعي مصدر رزقك في ظل الظروف اللي احنا فيها ديت، فبص انت هتجيبي كتكوت هتفضلي تصرفي عليه 5 شهور 6 شهور وعنايه وادويه ونشاره وبتاع، لا انت ريحي دماغك. معلش اعذروني بقى شويه، احنا نتكلم معاكم بكل صراحه، ريحي دماغك. هاتي اشتري بالكيلو فراخ فيومي، اشتريها بالكيلو مثلا عمر 3 شهور، اللهم صل وسلم وبارك، هتجيبيها هتصرفي عليها 50 يوم 40 يوم على حسب العناية بتاعتك، واللهم بارك هتبدأ تبشر عندك بالبيض. هو مشروع ممتاز جدا جدا جدا، بس ان انا اقول لكم هيقدر يكلف كام، انا في اي وقت هتسمعوا فيه الفيديو دوت، عشان الناس اللي هتسمعوا دلوقتي بعد شهر بعد 2 بعد 3 بعد 4 بعد سنة، انا مش هقدر اقول لك ميزانية بالظبط، لان النهاردة البورصة بسعر وبكرة بسعر وبعده بسعر. انت النهاردة كيلو الفراخ البلدي هتشتري الكيلو ب 130 جنيه، شوفي مثلا لو هتشتري في عمر مثلا 3 شهور مثلا ممكن الفرختين او الثلاثة يعملوا معاكي كيلو، شوفي انت على حسب ميزانيتك حسب قدرتك المالية تقدري تجيبي كام فرخة، فهتنزلي تجيبي عمر بالاسهل ليكي 3 شهور 50 يوم 40 يوم بالكتير، او هتبدا تبشر عندك بالبيض وهتبداي تشتغلي في مشروع، وبرده ليكي حريه الاختيار انت عايزه لا اربيهم من الاساس من الاول اربيهم من عمر يوم توفير ليا وبتاع، مش مشكله هاتي اللي هتقدري عليه تعمليه اعمليه. طبعا العلف النهارده عندنا مثلا اللهم صل وسلم وبارك مثلا سعر الكيلو مثلا 25 جنيه، عايزه اقول لكم ان اللهم بارك العلب برضه عامل زي البورصه كده، النهارده بسعر وبكره بسعر، النهارده بسعر بينزل وبيطلع بينزل وبيطلع. تزرعي حلو هتحصدي حلو، من زرع حصد، يعني لو زرعتي واهتميتي بالتغذيه السليمه للفراخ بتاعتك هتديكي، يعني لو عندك 100 فرخه هياكلوا منك ب 200 جنيه في اليوم، احسب اللهم بارك ال 100 فرخه لو عندك بيبيض وصرفتي عليهم 200 جنيه احسب اللهم بارك ال 100 فرخه يوميا هيبيضوا لك مثلا قولي من 60 ل 70 بيضه، هتضربي على طول البيضه في 6 جنيه اللهم بارك، هيطلع لك رزق هتزودي بيه رزقك، هتزودي بيه مثلا عدد طيورك، هتزودي بيه مشاريعك، هتزودي بيه عدد الكتاكيت اللي عندك عدد الفراخ اللي عندك، وهتاخدي منه كمان رزقك. فانا كده اقدر اكون نفدتكم، وبرضه ليكم حريه الاختيار. انا كندا عايزه البيض هجيب فيومي، فيومي اللهم بارك من افضل السلالات بالنسبه ليا، ليكي حريه الاختيار. عايزه تجيبي بلدي، وعايزه اقول لكم البلدي الهجين تحفه وممتاز، الرزي ممتاز ما شاء الله اللهم بارك. عايزه اقول لكم ان جميع انواع الفراخ بتاعتنا البلدي بتمتاز بمناعه عاليه، بتقاوم الامراض، بتقاوم اي ظروف بيئيه بتحطيها فيها بتستحمل، وبتديكي انتاج كويس جدا جدا في انتاج البيض مع حسن التغذيه. اتمنى تكونوا استفدتوا من فقره معلومه عن ماشي، واتمنى ما تكونوش نسيتوا تحطوا لي اللايك الجميل، ويلا تعالوا هنقفل على دول كده ونسمي بالله ونصلي على الحبيب المصطفى. نخش نشوف الحمام بتاعنا عشان عندنا مفاجآت النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله اللهم بارك.
لهم برضو قالب طبين اهوت، يا اما ايه تكتري من الطواجن والفخاره عندهم. انا ما عنديش طواجن فخار تكفيهم، حطيت لهم في بلاستيكيه زي ما انتم شايفين كده، وحطيت قالب الطوب اللي قلت لكم عليه. اه ما شاء الله، اللهم بارك. بسم الله الرحمن الرحيم. مفاجاتنا النهارده ايه؟ شايفين مفاجاتنا؟ ما شاء الله، اللهم بارك. الكتكوت لسه خارج، بصوا حالا يا دوبك ايه لسه ايه عرقه بينشف كده. صباح الارزاق، صباح الحلويات، صباح الجاتوهات، ما شاء الله اللهم بارك. يلا ما شاء الله البيضه الثانيه نقره برضه اهيت، يعني على بالليل كده بمشيئه الرحمن هتخرج لنا البيضه الثانيه، ما شاء الله اللهم بارك. يلا نسمي بالله كده ونصلي على الحبيب المصطفى. نجيب الكنافه بس كده. انا حسيت الايام اللي فاتت كده ان انا كنت مقصره معاهم، هم يجوا يا اختي عند اكسر لهم عيش كده، يبصوا للعيش ويبصوا لي من تحت لتحت كده، انت جايبه لنا ايه يا حاجه انت؟ احنا مش متعودين على كده. قلت يلا بما ان عندنا زغاليل عسل كده بدات تخرج، يلا مش خساره فيهم ان احنا نجيب لهم كلفه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. ما شاء الله اللهم بارك، ربنا يزيد ويبارك كده. ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك. يلا حبايب قلبي بصوا سريعا سريعا نطلع كده ايه، عشان انا مش عايزه الفيديو يطول معاكم. بصوا كل يوم بقول لكم كده، وحياة ربنا بنزل الاقي الفيديو 35 دقيقه 33 دقيقه 31 دقيقه، وانا مش عايزه اطول والله عليكم. عارفه ان الوقت اللي احنا فيه دوت وقت امتحانات، وناس كتير مقصره معانا، بس احنا عاذرينكم ان شاء الله تعوضوا لنا كل ده بعدين بقى. ماشي، تروحوا كده تاخدوا الاجازه وتفرحوا بالشهاده بتاعتكم وتفرحونا معاكم كده بمشيئه الرحمن. يلا نروح نشوف السمان، انا عشان اعرف افتح على الكتاكيت بتاعتي واتكلم معاكم الكلمتين اللي شفتهم دول. رميت شويه كلفه في الاوضه، بصوا دخلتوا طيوري كلها عشان اقدر اتكلم معاكم واعرف اتكلم معاكم حلو. عايزه اقول لكم ان احنا الحمد لله عملنا الباب بتاع البلكونه ده كده امبارح، كنا جايبين شويه خشب كده استعنا بحته كده زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله، عشان الطيور بتاعتي بس ايه ما تطيرش ولا يجرى لها حاجه. يلا هنسمي بالله ونصلي على الحبيب المصطفى، نفتح ونشوف السمان بس ياك ما يطير في وشنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مفيش بيض النهارده ولا ايه؟ لا ازعل منكم، لا في بيضة هناك هناك اهي، تعال نجيبها. التليفون سخن، ربنا يسترها بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بعد اذنكم بعد اذنكم، هو طار ولا ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في بيضة تاني هنا اهي، ودي بيضة تاني اهي، في واحد طار مننا. لا 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 ازعل. طب استنى عشان في واحد طار كده نجيبه، عشان بس البط بتاعي دوت كده لا يتكسر، واجيب اللي طار وارجع لكم قبل ما يطير خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا خش. بسم الله. طبعا الفرخه يا جماعه بتاعتي ديت، ناس بتقول لي اربطي رجلها كده بقماشه ولا حاجه، انا مش عارفه ايه اللي فيها دوت، بس انا بقول من مش عارفه، يمكن حاجه وقعت عليها، بس اكيد مش الديوك يعني اللي عملت فيها كده، يمكن تكون حاجه وقعت عليها. وهي لو فعلا حاجه وقعت عليها فبصوا مش هيتم شتاها، حتى مش هتاكل الاكل اللي هو يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين؟ فاسلم حل عشان ما تتعبيش معايا حاجه زي كده. بصي حلها تذبحي معاها الديك الابيض اللي عندي كده وتعملي عليهم شويه محشي كده. الاجه 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 الاجه. يلا هنقفل على دول عشان هفتح بقى على باقي الكوري واحط لهم. عندي كده برضو خليط من العيش على الرده هحط لهم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم اطمن على وحيد واخوه، ما شاء الله اللهم بارك. يلا حبايبي هرجع لكم بالخلطه بتاعت الطيور الكبيره عشان نفتح لهم بقى عشان ياكلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين طيورنا
طبعا عايزه اقول لكم ان انا كتبت على الحيطه كده امبارح اهوت 14/5 ده اليوم اللي رقدت فيه البطايه بتاعتي، تحته كده 24/5 ده اليوم اللي هحط فيه البيض البلدي بتاعي اللي انا مجمعاه بمشيئه الرحمن. والمفروض بقى ان هو من يوم 11 كده الشهر الجديد هبدا ارش البيض بتاعي. تمام كده، تمام. طب انت النهارده هتعملي ايه يا ندى؟ عندنا البطايه المسكوف اللي في قلب البلاستيكيه هناك دي ما شاء الله اللهم بارك فتحت الثلاثه قرات للبيض، وبطايه من دول فتحه 2 قرات، همسك البطايتين مع الذكر وهدخلهم هنا تمام، لان هي كده خلاص هتبيض لنا الاسبوع ده، فعشان نهتم بالنتايه التانية معاها عشان بمشيئه الرحمن تبدا ايه تبشر بالبيض وترقد، لان المسكوف اللي هناك دي مش هترقد، فعشان خساره البيض بتاعها تبيض والجو يبقى حر عندي ويبوظ ما يبقاش عندي حاجه اعرف احطها تحته، فانا هدخل النتايه التانية معاها ونهتم بالتغذيه بتاعتهم بمشيئه الرحمن لوحدهم كده. طب تعالوا صحيح ده احنا نسينا نشوف البيض بتاعنا بمشيئه الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم، نوريكي النبي ده الحر عامل فيكم ايه. بسم الله ما شاء الله، بسم الله اللهم بارك. انا بس كده عشان الانتاج النهارده عاجبني وهيعجبكم بمشيئه الرحمن نوسع له كده. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله كده كمان هنا ايه، بسم الله ما شاء الله، بسم الله اللهم بارك. لما البيض بتاعنا شايفين ما شاء الله اللهم بارك، حاجه عسل كده. الناس اللي بتقول لي يا ندى الفراخ بتاعتك ما بشرتش ليه، عندي ما شاء الله اللهم بارك، ادي انتاجنا من البيض. بس طبعا ايه خايفه امسكهم كده كلهم على بعضهم اهو، تعالى المكان المعتاد اللي احنا بنشيل فيه كده على طول عشان ما يتكسروش مننا اهو. نروح نجيب التانيين، وعندنا انتاج السمان برضو النهارده 3 بيضات هنروح نجيبهم. ادي انتاجنا النهارده من يومين اتنين بس، وشربنا الطيور بتاعتنا فيهم شيح ما شاء الله اللهم بارك، شايفين. ربنا يجعل يومنا كله رزق وسعاده اللهم امين. وبكده حبايبي يكون انتهى معاكم روتين النهارده وفيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم ونال رضاكم. ما تنسوناش في اللايك الجميل، ما تنسوناش في دعوه حلوه من ايديكم العسل ديت، في كومنت جميل منكم. انتظروني بكره في فيديو جديد وروتين جديد، مع السلامه.